في إسرائيل حل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كمحطة أولى ضمن جولته الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين. بلينكين لم يخفي خلال لقائه القادة الإسرائيليين حرص بلاده على تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة بآلية لا تستغلها حماس. ستساهم الولايات المتحدة مع شركائها الدوليين في إعادة إعمار غزة، وسنعمل على ضمان عدم استفادة حركة حماس من المساعدات الدولية لإعادة بناء القطاع. موقف استغله نتنياهو لإعادة التأكيد على احتفاظ إسرائيل بحق الرد على أي خرق لوقف إطلاق النار من قبل حركة حماس. سنعطي بدورنا معنى لالتزامنا بالدفاع عن أنفسنا إذا خرقت حماس اتفاق وقف إطلاق النار وهاجمت إسرائيل. سيكون ردنا قويا للغاية، وناقشنا أيضا سبل العمل معا لمنع حماس من إعادة تسليح نفسها. دبلوماسية نشطة تشهدها المنطقة وتقودها واشنطن، عنوانها تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إعمار قطاع غزة بإيجاد جسم توافقي مقبول دوليا. أما إعادة الحياة إلى عملية السلام فيبدو أنها بحاجة إلى أكثر من النشاط الدبلوماسي والانتظار إلى حين تشكيل حكومة إسرائيلية راسخة. ويبدو أن العلاقات الأمريكية الفلسطينية قد بدأت الحياة تعود إليها بعد نحو 4 أعوام من القطيعة والتوتر، مرحلة جديدة دشن بلينكين عتباتها عندما أعلن إعادة الدعم المالي الأمريكي للفلسطينيين ووكالة أونروا وإعادة فتح القنصلية الأمريكية للفلسطينيين في القدس، كما أعلن تثبيت وقف إطلاق النار مع غزة وإيجاد آلية متفق عليها لإعادة إعمارها، ومن ثم البحث عن مسار سياسي يعالج جذر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وضرورة احترام الوضع الديني للقدس. نشكر الإدارة الأمريكية على التزامها بحل الدولتين وباستاتسكو في مدينة القدس والحفاظ على سكان القدس والشيخ جراح وعلى موقفها من توسيع وأعمال المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإلى حين التأكد من ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة، يظل البحث جاريا عربيا وأمريكيا بشأن تطويره إلى اتفاق يشمل الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحرب من شرارة القدس وحي الشيخ جراح المهدد بتهجير سكانه. فراس لطفي، سكاي نيوز عربية، رام الله.